وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص مصر على إقامة شراكات صناعية مع العراق والأردن. المالية تكشف عن إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات وسط خلافات بين دول أوبك بلس بشأن حصص الإنتاج. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية مفصلة لهذا اليوم، حيث أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن إنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن تمثل نقطة ارتكاز لبدء تنفيذ قرارات القمة الرئاسية التي استضافتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي، والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن. وخلال جلسة مباحثات موسعة عقدتها مع وزير التخطيط العراقي ووزير الصناعة والمعادن، شددت الوزيرة على حرص الحكومة المصرية على تقديم خبراتها الصناعية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية لإقامة شراكات صناعية بين دوائر الأعمال في الدول الثلاث. وخلال لقائها بوزير الصناعة والمعادن العراقي منهى العزيز، بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأكدت جامع أهمية تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. وخلال زيارتها إلى العراق، تفقدت وزيرة التجارة والصناعة معرض المنتجات الصناعية بمعرض بغداد الدولي. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، بعد التحية، كيف يمكن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تملكها دول مصر والعراق والأردن لتحقيق التكامل بينهم؟ طبعا في الوقت الراهن وظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وكمان بجانب مشاكل وتحديات كبيرة جدا واجهتها العراق خلال الفترة الماضية من عدم استقرار سياسي وأمني أثر بشكل واضح على الوضع الاقتصادي، كان لابد من وجود حالة من حالات التكامل الاقتصادي ما بين عديد من الدول. ونتحدث في هذه الحالة عن مصر والأردن والعراق، اللي يمكن بصدد إقامة مشروع شام الجديد كمان تعاون لإعادة الأعمار في العراق مرة أخرى. أكيد مكاسب اقتصادية للدول الثلاثة من هذا التكامل. ولما نتحدث على وجه الخصوص بالنسبة للحالة المصرية والوضع بالنسبة للاقتصاد المصري، هنلاقي إنها تبقى فرصة جيدة جدا. نتحدث عن أكثر من 2 مليون عامل ممكن إن هم يدخلوا سوق العمل في العراق. هنقدر نقول إن أو نتوقع إن يبقى في صادرات أو زيادة في الصادرات بالنسبة لمواد البناء بأكثر من مليار دولار سنويا، فبالتالي في مكاسب كتيرة بالنسبة للحالة المصرية. بالنسبة للعراق أكيد محتاجة بشكل كبير جدا نقل للخبرات والتعاون وجذب استثمارات جديدة وإعادة تشغيل للمصانع واستمرار عجلة إنتاج واستثمار، وإن الاقتصاد العراقي يتعافى مرة أخرى في ظل وجود عديد من الموارد، أبرزها طبعا الموارد الطبيعية والنفطية اللي يمكن تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. الأردن محتاجة أكيد لعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي ما بين العديد من الدول، وتأتي طبعا العلاقات السياسية والدبلوماسية سبب رئيسي لزيادة معدلات تبادل تجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، واللي هينعكس بشكل إيجابي بإذن الله على اقتصادات الدول الثلاث. نعم دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على التحليل والمتابعة. بدأت اليوم أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة إفريقيا بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في مدينة دولا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار. وتأتي هذه البعثة بهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والإفريقي في إطار مبادرة روابط إفريقيا بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة. وأشار المركز إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أنه يتم العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات. أعلنت وزارة المالية أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة التي مضى على صنعها 20 سنة فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وأضافت الوزارة أنه سيتم اعتبارا من أول الأسبوع المقبل السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم الميكروباص المتقدمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. بحث وزير البترول طارق الملا مع وفد شركة أباتشي العالمية خطط عمل للشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة الشركة التوسع في أنشطتها بمصر. وأكد الملا أن اهتمام شركة أباتشي بالتوسع في أنشطتها بمجال البحث والاستكشاف وزيادة إنتاجها يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية ما تزال تتمتع بإمكانات بترولية واعدة. وأشار الملا إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ أهداف المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون. بحث وزيرا الإسكان عاصم الجزار والبيئة ياسمين فؤاد موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وبحث أيضا عددا من الملفات المشتركة بين الوزارتين. وأوضح الجزار أنه يتم تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع التجلي الأعظم بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تمثل مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار. بحث وزير الري محمد عبد العاطي مع سفير المجر في مصر أندراس كوفاكس سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وأكد عبد العاطي امتلاك مصر والمجر العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين. من جهته نقل سفير المجر دعوة رئيس المجري أنوش أدير لمصر للانضمام للائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي إلى التعجيل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، وذلك وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، بينما مال المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 671.3 مليار جنيه. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 10%، وربح إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 27%، وزاد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان بعد التحية، كيف تابعتي تعاملات البورصة خلال جلسة اليوم؟ مساء الخير يا فندم. هو من الواضح النهارده كان في سلسلة من التباينات، اول تباين ان المؤشرات يعني معظمها كان في المنطقه الخضراء في ابتدائي الجلسه. في نهايه الجلسه استقر المؤشر 30 فقط في المنطقه الخضراء، اما المؤشرات الفرعيه فتواجدت في المنطقه الحمراء، وكذلك تعاملات المتعاملين. اول الجلسه كان المتعاملين المصريين والمؤسسات عاملين فروق بيع فروق شراء، في اخر الجلسه تحول العرب والاجانب والافراد نحو البيع. طبعا احنا شايفين ان اداء المؤسسات ابتدى يدعم المؤشر الرئيسي للبورصه خصوصا المؤسسات الماليه المحليه، مما عزز من تواجده في المنطقه الخضراء وقدر ان هو يبقى فوق مستوى 10300 نقطه. والعديد من الناس شايفين ان هو ممكن في الفتره القادمه يستمر في الصعود التدريجي. انا عندي بقى راي مخالف لكده، ممكن هيحصل نوع من التهدئه بسبب جني الارباح، بس مش هتستمر على المؤشرات الفرعيه، ممكن تسترد المؤشرات الفرعيه ادائها من جلسه الغد. اما المؤشر رئيسي للبورصه بسبب ان هو يعني
اغلق الجلسه على ارتفاع طفيف، فهو ممكن بدايه من جلسه الغد ممكن يبتدي على انخفاض طفيف الى ان تتضح الرؤيه ويبتدي الاسهم يبقى عليها تجاوبات. طبعا شفنا قطاعات كانت شامله جدا وما لهاش اي شكل من التداولات، وكانت تداولاتها ضعيفه جدا زي قطاع الاسمنت اللي هو يتواجد في قطاع التشغيل والبناء، ابتدت طبعا بالذات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، وكانت رقابه الاعمار في البلدان المجاوره زي ليبيا زي العراق زي سوريا، ده بيأثر بإيجاب على هذا القطاع اللي بيبتدي ان هو يتحرك تحركات ايجابيه، وعامل النهارده ارباح جيده وفلى انتباه المتعاملين وضغط السيوله تدخل فيه بدل ما كان لفتره طويله متجهه السيوله الخدمات الماليه الغير منطقيه. بالنسبه لجلسه الغد اتوقع ان ممكن يبقى فيه اداء متباين في المؤشرات مع الصداره الاكبر والجاز بالسيوله الاكثر للمؤشرات الفرعيه بسبب اداء المصريين اللي بعد ساعات الافراد هم اللي بيصدروا المشهد عن أداء المؤسسات. نعم أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، شكرا جزيلا. يواصل مسؤول قطاع النفط في دول أوبك بلس التفاوض حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، وشهدت الاجتماعات خلافات بين الدول الأعضاء بشأن تمديد الاتفاق من عدمه، وبينما تؤيد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في فتح نقاش حول زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل، وذلك هو تاريخ انتهاء الاتفاق الحالي. محاولات مستمرة تبذلها دول تحالف أوبك بلس 23 لزيادة المعروض النفطي مع زيادة الطلب وبوادر انتعاش اقتصادي عالمي. الدول الأعضاء تبحث خطة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى 2 مليون برميل في اليوم. ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك بلس منذ مايو والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا. وحققت هذه الاستراتيجية إلى حد ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالي 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر 2018. وتعهد تحالف أوبك بلس في إبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدة على وقع الموجة الأولى من الوباء بسحب 9,700,000 برميل في اليوم من السوق، على أن تعاود ضخها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية إبريل 2022. غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج، حيث أن دول التحالف لا تزال تقتطع 5,800,000 برميل في اليوم من إنتاجها، وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد أن استأنف وزراء أوبك بلس محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيد برنت بنسبة 0.1% إلى 76 دولارا و21 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنفس النسبة لتصل إلى 75 دولارا و25 سنتا للبرميل. وفي النهاية مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص مصر على إقامة شراكات صناعية مع العراق والأردن. المالية تكشف عن إجراءات جديدة لزيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات وسط خلافات بين دول أوبك بلس بشأن حصص الإنتاج. وهنا مشاهدينا تنتهي النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.